السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة في حاجة حلوة مع نور. أهلا وسهلا بيكم يا جماعة في مركز المعارض الدولية. فأنا ما كنتش أعرف على فكرة إن هما بيجيبوا باصات لحد هنا، بس يلا ما علينا. المهم إحنا جينا مشوار طويل قوي عشان نصور مع الناس اللي موجودة هنا. إن شاء الله بإذن الله هيبقى المفروض إن هو ده النهاردة آخر يوم ليهم، وأنا جاية النهاردة طبعا عشان خاطر أتعرف بقى على الناس دي كلها واحاول اتصور معاهم واخد ارقامهم، عشان فيما بعد ان شاء الله باذن الله نصور معاهم بقى في اماكنهم الشخصيه. بس خليكم بقى معانا كده اول باول لاخر الفيديو عشان نتعرف عليهم ونشوف الدنيا جوه عامله ايه، وانا هصور لكم كل حاجه بالتفصيل حتى البلاطه صور لهم. ماشي، ما تنسوش بقى وانتوا بتتفرجوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عند كلمه الكل. بصوا الباصات اللي كانت بتجيب الناس اهي، ده باص منهم وكمان لسه في باص قدام، فيلا بينا نكمل. بصوا زي ما انتوا كده شايفين معايا قد ايه المكان كان تحفة جدا. على فكرة انا اول مرة اروحه اصلا واول مرة اصور هناك، والظروف طبعا عندي المفروض كنت روحت صورت من اول ما المعرض ابتدى عشان اعمل لكم ريفيو كامل شامل يعني عن كل التفاصيل اللي هناك، بس للأسف الظروف ما ساعدتنيش، كان عندي شغل وتعب والدتي فما عرفتش ان انا اروح الصراحة، يعني اتعطلت في كذا حاجة وللأسف ما قدرتش ان انا اروح بدري عن كده عشان اعرف اصور. بس رحت لحقت اخر يوم، اتصورت مع ناس كتير هناك، اتعرفت على ناس كتير هناك مش كلهم لاني ما لحقتش طبعا، بس اللي لحقتهم بصراحة. حاجتهم هناك كانت تحفة 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 بجد والله، فعلا السوق المحلي او المنتج المحلي محتاج يدعم، فعلا محتاج يدعم قلبا وقالبا منا كيوتيوبرز وككل الاعلام عشان مصر تعرف تتقدم والشباب تتقدم والناس اللي عندها مهنة تتشاف. بصوا بقى احنا دخلنا هنا دلوقتي المعرض زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله في ناس كتير جدا. انا طبعا قعدت ادور على عم ايوب اول واحد في المعرض عشان خاطر اصور معاه الصراحه، وكان حظي حلو انا كنت شفت اصلا هو مصور على الفيسبوك وكان قايل لنفسه يعني كان قايل هو فين بالظبط مكانه، فقعدت اسال واقرا على اليوفط عشان اوصل له. هو كان اول واحد عم ايوب اللي انا طلعتيني مش صورت معاه، اللي هو كان صاحب براند الطفايه دي. فانا كنت بحاول على قد ما اقدر وانا ماشيه كنت يعني بصور نفسي والمكان حواليا عشان خاطر ما اظهرش حد بالقصد التصوير، ويبقى طالع معايا في الفيديو يلاقي نفسه طالع وهو اصلا مش قايل لحد ان هو كان رايح او رايح مع حد ومش معرف حد والدنيا اللي بتتعك دي. المهم كملوا بقى الفيديو وشوفوا بقى المفاجاه الجميله. يلا نكمل. لا العروسه بقى، العروسه دي، العروسه دي، العروسه دي. ما تقولي مالها يا ابو عمو؟ مالها يا ابو عمو؟ مالها يا عم ايوب؟ اما جينا من الصين ب 25 عملناها صناعه محليه ب 5 جنيه عشان خاطر نور يوتيوبر. تحياتي ليك يا استاذه نور وتحياتي لكل الفانز بتاعك. خلاص فيها حاجه حلوه مع نور، سلم عليهم بقى. تحياتي لكل متابعين نور، وان شاء الله التقدم. اسمعي، فيها حاجه حلوه مع نور. اي خدمه جبت لكم، بصوا تحيه لكم كلكم يا جماعه. اي خدمه، لا استني، وقناه اسمها ايوب القاضي شاعر القطار، قناه على اليوتيوب. خلاص ماشي، قول. طب قول لهم. لا قناه اسمها ايوب القاضي شاعر القطار على اليوتيوب، يا اخي شرفوني برضو. تحياتي للجميع، قول لهم واحد شاعر. تحيه مصر، انا اسمي ايوب، صابر على حالي صبر القلوب، واللقب قاضي ورادي في الطريق ماضي، شقيان شقيان بشرف مهنة الرحال، بفكر النعسان للفكرة وقت الترحال، ليوم خفت من بكرة، ما هو أنا شاعر الفكرة، بداوي القلب بالصبر على بكرة، وبزرع في العقول بستان، وبكرة يطرح شجر يضلل على العقول، ويفتكر بداية الفكرة، ما هو أنا شاعر الفكرة. حياتي ليك يا الله. شكرك يا عم أيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة فيها حاجة حلوة مع نور. أنا النهاردة يا جماعة أول ما هبتدي أصور مع الأستاذة الجميلة أستاذة موزة الشحي أستاذة دولة موزة الإمارات العربية المتحدة. نعم. زي ما اتفضلت وقالت، هي هتعرفنا على التراث بتاعهم عن طريق المجسمات وعن طريق الملابس اللي هي عرضها اللي دي الاماراتي. تمام، فاحنا هناخد كده يعني فكره بقى، يعني اللي ما راحش الامارات، الامارات جت لنا لحد بس بسيله ان شاء الله. مش كده؟
فان شاء الله ربنا يخليك ان شاء الله. بس فرحنا ناخد بقى فكره عن حاجتهم اشيائهم دراسهم يعني. بصوا فرصه بقى يلا. هي استاذه موزه نفسها هي اماراتيه الاصل اصلا وهتعرفنا بالتفصيل عن كل حاجه عندهم وازاي وكل الحاجات التحف ديت وكل الحاجات اللي ورانا دي الغرفه بتاعتها. بس هو النهارده هو اخر يوم تمام. بس احنا برضو هنقول الغرفه بتاعتها. المفروض الغرفه بتاعتها هي تجاره الصناعه راس الخيمه دوله الامارات العربيه. لازم برضو نذكرها عشان الناس تبقى عارفه الحاله تبع دوله الامارات. فيلا بينا بقى هي هتعرفنا دلوقتي. استاذه موزه اشرحي لنا بقى ايه اللي موجود عند حضرتك في المعرض. احنا جايين المعرض يا امي نعرف بناتنا بنات مصر والامهات والاباء شو عادات والتقاليد اللي تمشي عليها دولة الإمارات. شو تتحلى المرأة الإماراتية؟ تتحلى بالذهب، تتحلى ده نوع الذهب اللي عندكم. أيوة مثلا المرية احنا نسميها طاسة الراس. الحيل المرتعشة. المرتعشة دي اسمها المرتعشة. المرتعشة نعم. انزين وتتحلى المرأة بالعطور والكريمات هاي يعني ملون كلها. والبخور بأنواع نعم تمام. والدخون أو الحنة دي ده حنة؟ نحنة نعم ده حنة. هاي الحنة من الشجر أو هم خذوا وحدة طلبته الحنة النعم ودي حنة نعم. نعم تمام. في نوعين الحين اتطور الناس واستوى بالمعصار. أول الناس كانت تأخذ من البودرة وتفور الماي تمام. مع الليمون تمام. وتصفيه وبعدين تعجنها مثل العجينة وتتحنى فيه المرأة الإماراتية. تمام. الزي الإماراتي. أيوة ما شاء الله عجبني قوي قوي ما شفتها جميلة تحفة. النفس اللي أنا لابسته. لحضرتك اللي لابسة زي منه برضه. تمام. من الشيلة. الشيلة أيوة تمام. تسمونها الطرحة. أيوة الطرحة أيوة. أو هذه الثوب تمام. والذهب. والذهب أيوة والخواتم والأساور وال هذا يعني اللي تتحلى فيه المرأة. تمام. شوفي نفس هاي الأشياء هذه. إحنا هذا الحيول نسميه حيل. حيل أيوة. سموه حيل. نسميه أبو الشوك. أبو الشوك. أبو الشوك نعم. تمام. أو عندنا إحنا عندنا نقول إسويرة. الأسويرة. الأسويرة. أنتوا أبو الشوك. أيوة. ونتكلم عن تاريخ المرأة الإماراتية والرجل الإماراتي. تمام. شو كانوا الأشياء اللي كانوا يعملوها؟ يصنعونها. أيوة. زي البدو عندنا يعني زي البدو عندنا إحنا أيوة. بالضبط نفس الحاجات بالضبط ونفس اللبس على فكرة. صنع البراقة. أيوة والبرائع وكده. ال شو اسمه الفخار. صنع الحبال. البحر. بأنواعها. أيوة. حلوة قوي دي كمان دي. يعني هذا الحين سووها المدخنة الجديدة. أيوة. دي مدخنة؟ أيوة. بس هذا احنا قبل نسوي التشكيل شو هذا نسميه الحب. الحب؟ لا. حب حب. حب. حلوة. أنتوا عندكم الحب. احنا عندنا الحب. هذا تحطي فيه ماي. السيرة وترجعي ماء بارد نفس الثلاجة. هذا. وكانوا الناس بعد قبل يحطون فيه البان العربي. البان وريحته تطلع. انتوا عاملين زي القلة. فكرة القلة عندنا في مصر صح؟ أيوة القلة أو الزير. احنا بنقول الكبير منه اسمه الزير. يحطون فيها مية. أو يخلونها. أيوة ده أيوة. يعني ده مجسم صغير للبير والزير والقلة والكلام ده صح كده؟ طب ممكن تفرجينا على الثياب بتاعتكم شوية لو سمحت. أنا هجيلك الناحية دي. بصي عن إذنكم. وريني. الثياب هذه. هذه نسميها احنا ابو تيله. اسمها ايه؟ ابو تيله. ابو تيله. ايوه مثل ما الام خماس. تمام. زين؟ ماشي. او هذه كزوه. كزوه؟ ايوه كزوه. كزوه نعم. تمام. ايوه. او هذه نسميها ابو ورده. ابو ورده. نعم. تمام. زين يعني اشكال عندنا. هذا الخوص نسميه. ده اسمه الخوص. ايوه ها شوفي. تمام. ها اشكال يعني عندنا. ما شاء أشكال. الله احنا عندنا الحاجات دي بتبقى اسمها عبايات استقبال. عندنا بناخدها في عبايات استقبال. بناخدها العروسه بتلبسها يا اما في الحنه. أيوة. يا اما بتلبسها لما يجي لها زوار. أيوة. يعني يجي لها اهل زوجها. نعم. او اهل نعم. او اهلها. صحيح. بتلبس منهم. فعندنا دي منتشره يعني دي موجوده. أيوة. أيوة. بصراحه بس مش اي نعم مع اختلاف التطريز والالوان. نعم. نعم. بس هي نفس الستايل كده يعني. صح. بس ما شاء الله جميله قوي. المرش. المرش يحطون فيها العطر هذا. العطر هذا ويرش فيه الناس. التي من الزوار. في الاعراس في المناسبات اسمها المرش. المرش نعم. ايه تاني عايزه تورينا؟ ايه تاني؟ الملابس. دي الملابس. شوفي هذا التلي. التلي
وهذا نسميها احنا ام ورده، يعني كندوره فيها ورده. ايوه هذا المخور. تمام. المخور هذه اللي يسمونها الزري. الزر؟ ايوه الزري هذا. الزري. ايوه. وده اللبس. وهذا الذهب المريه. ده الذهب بتاع المريه. وهذا الخناق. ده اسمه الخناق. ايه نفس هذا اللي هو ده نفس ده. ايوه هذا الخناق. تمام. ايوه حلو قوي. هذا الله يسلمك. ما شاء الله تبارك الله. ودول بقى ايه؟ دول برضو بعض الملابس اللي هم بيلبسوهم هناك في الامارات، وده برضو العباية بتاعتهم اللي هم بيلبسوها في العباية اماراتي، يعني مش هي دي زي الاصلي، وفي طبعا احلى من كده، بس هي جايبة عينات عشان خاطر تورينا ازاي الاماراتي هم بيلبسوه هناك بيبقى عامل ازاي، بس تحفة جدا جميل. دلوقتي احنا هناخد بقى منها كلمتين كده عشان نختم بيها الحلقه الجميله اللي احنا وقفنا مع احنا متشكلين اصلا. الله يخليك انا موجوده عشانكم. وقفنا معاكي عطيتينا من وقتك شكرك يعني. فانت نسالك بقى، انت ايه رايك في المعرض التراث اللي هو بيتعمل لاول مره عندنا في مصر؟ يعني اول مره هو يتعمل اصلا في ارض معرض التجمع. ما شاء الله ما شاء الله. ايه راي حضرتك، اول مشاركه ولا انا اول مشاركه؟ اول مشاركه. نعم. طب ايه انت ايه رايك في المعرض؟ والله جمهور ما شاء الله عندكم، يعني اقبال، يعني اقبال والله اقبال يعني فعلا. ما في ناس اشترت وفي ناس فعلا اتعاملت مع حضرتك. شوفي احنا الدخول والعطور خلال يومين من المعرض ما شاء الله تبارك الرحمن، الكميه كلها روحت. الكميه كلها روحت. نعم. والعبايات والعبايات اكتر حاجه العطور، بعد كده العبايات اكتر حاجه. نعم. هي اللي نعم. مشيت صح. أيوة. مع حضرتك. ايوه. في حد ضايقك هنا في لا 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 كله تمام الحمد لله. ان شاء الله هتعيد التجربه تاني معانا في مصر ان شاء الله، اذا لنا نصيب من عيني هاي قبل هذه. طيب بالنسبه لوجود حضرتك في الامارات، انت بتقولي حضرتك موجوده في راس الخيمه. موجوده في راس الخيمه وعندي غواشي لتنظيم الفعاليات. تمام. اسوي الديكور، عندي حريم حرفيات، حريم يسوون الاكل. تمام. عندي فرق حربيه. تمام. اللي حاب يعني يستضيفهم. يعني الحمد لله. تمام. طيب يعني في مثلا عنوان مفصل للناس تروح تتعاقد مع حضرتك هناك او غواشي لتنظيم الفعاليات؟ رقم تليفوني 050-766-4460. ده لأي حد عايز في الإمارات. نعم. تمام. لكن هنا في مصر بتيجي تعملي معرض من خلال المؤسسات، من خلال يعني لو حد طلبك هنا في مصر تعملي له شغل مش هيبقى فيه شغل؟ أكيد هيبقى في عادي؟ نعم نعم عادي صح؟ نعم نعم. طب تمام. أي خدمة يا جماعة، احنا هنحاول إن احنا نلبس كام زي إماراتي نشاور بيه عشان نختم بيه الحلقة الجميلة دي. إن شاء الله. وقولي بقى كلمة للمتابعين قناة فيها حاجة حلوة مع نور. أنا المتابعين اسمهم أو القناة بتاعتي اسمها فيها حاجة حلوة مع نور، أخدت اسمها من اسم الأغنية بتاعت مصر فيها حاجة حلوة. أنا عاجبتني أغنية تحين إخواتي. إخواتي تحب الأغنية تحين. الله يخليك والله، وأنا اتشرفت بوجودك اليوم والله، وانا اكتر وانبسطت. ان شاء الله ان شاء الله. بس عندها روايح يا جماعه بخور. انا وقفت اقسم بالله توهمت وحياه ربنا، انا واقفه دايخه من كتر اللي شميته. عايزه ادمنت يعني هذا الدخول والعطور عند صديقتنا يعني اللي كانت. لا اللي عند حضرتك برضه اللي ورانا. ايوه هذا مال ما شاء الله تبارك الله البخور رائع. انا معقول اول مره في حياتي. يلا الحمد لله. واشكر ان شاء الله ان شاء الله. بس تشرفت بالمتابعين وعجبكم الشيء اللي عرضتنا. اي خدمه يا جماعه، قلت لكم الامارات لحد عندكم. الله يبارك فيك. هنلبس بس، هنستاذنها طبعا نلبس بس كم حاجه نتصور بيها للذكرى ان شاء الله. وان شاء الله عقبال ما نزوركم الامارات بقى. انت خلي هذا وانا بلبسك وانت تصور. ماشي. طب ماشي. انا ماشي اتفضلي. انا السريع هذا بنلبس البرقع اليوم. تمام. هذا البرقع البرقه. البرقه. تمام. زين ماشي. هذا انا كده لبست البرقه. ايوه كده انا كده يا جماعه بسافر الامارات وش. وهذا الذهب. وده الذهب الملون. تمام. ايوه اسمه الملون. ايوه هذه الذهب الملون. الطبله. وهذا ابو الشوك. ابو الشوك. نعم. لبست عشت لحد ما لبست ابو الشوك يا جماعه. بصوا ابو الشوك في ايدي يا جماعه. انا بقيت خطيره. يسمونها الطرحه. ايوه احنا نحن الشيله. مش هنختلف، المهم اللي هي بتغطي راسه خلاص. ايوه هذه الشيله. دي الشيله. ايوه صح. ايوه وهذه انا كده بقيت اماراتيه يا جماعه. هذه الطاسه. الطاسه لبس بليله الحنه.
تتلبس في هتيجي تلبسها لي. ايوه ماشي للحنه شوفي الله. بس ده مش كده شنب يعني؟ انا كده مش ليا شنب؟ لا 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 هذا يعني البرده عاداتنا ونلبس يعني كده مش بيظهر كده زي ما يكون يعني انا انت تبغي كده على كيفك على تعالي بقى نقف احنا الاثنين جنب بعض بينا شبه بعض تصدقي. الله يخليك باركك كانت جميله قوي بس ما شاء الله تبارك الله تسلم ايدك والله يا حلوه ان شاء الله. بس يا جماعه صورتي بقى في الاخير قدام الاضاءه وانا لابسه زي الامارات البرقع واسمه ايه الطاسه. ايوه دي الطاسه اللي هي المفروض بتتلبس في ليله الحنه بتاعتهم ده التراث. أيوة. بتاعهم ودي الطرحه اللي اسمها الشيله وده استني بقى الاسم الطبله اللي هي الذهب دي اسمها. أيوة. الطبله وهذه ابو الشوكه وده ابو الشوك. اتشبكت من الامارات خلاص. أيوة. يا جماعه اهو انا اتشبكت هسيب مصر وكل سنه وانتم طيبين. انا مبسوطه جدا بيكي. الله يخليك ويا ربي ان شاء الله نشوفك دايما في الخير ومنوره مصر كلها. الله يخليك وان شاء الله قبل ما نجي لك ان شاء الله. ونعزمك بقى على الحنه بتاعتنا تيجي تلبس لنا الطاسه دي ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي الله يوفقك كل سنه وانت طيبه. الله يوفقك طيبه حبيبي. ما تروحوش لسه في اي حته لسه هنلف في بقيه القاعه وهوريكم مفاجآت وحاجات جميله جدا جدا جدا. كملوا معايا للاخر ويلا نشوف ايه الجديد.